بنيسان سنة 2012 تم تسجيل 32,800 نازح سوري بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبتشرين الأول سنة 2018 قدرت الحكومة اللبنانية أنه لبنان بيستضيف 1.5 مليون نازح سوري فروا من النزاع بسوريا، بالإضافة ل 28,000 لاجئ فلسطيني من سوريا. بتشكل أزمة النازحين ضغط كبير على خدمات البلد وموارده، خاصة على المستوى المحلي، وهالشي بيزيد حجم المشاكل الموجودة. مشروع التمكين البلدي هو مبادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ونفذ بالشراكة مع وزارة الداخلية والبلديات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. بيستهدف المشروع اتحاد بلديات الفيحاء والبلديات بالمنطقة، واتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي الأوسط والبلديات بالمنطقة، واتحاد بلديات سور والبلديات بالمنطقة. يهدف المشروع لتحسين قدرة السلطات المحلية وإدارة نظامهم المالي لتلبية حاجات المجتمع، تعزيز الأنظمة والعمليات لتقديم خدمات أفضل، دعم البلديات المحلية لتنفيذ المشاريع الإنمائية بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.